وأما الاختلاط فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أبي أسيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء: استأخرن، يقول للنساء استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق، أي تسرن وتمشين في وسط الطريق، وعليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. رواه أبو داود وحسنه الألباني. الآن في هذا العصر إذا كنا سائرات وجاء الرجال تنحى الرجال ناحية حتى إن الرجل لا يلتصق بالجدار، حتى إن ثوبه لا يتعلق بالجدار من لصوقه به، حتى تمر النساء أولا.